يا عرب، ورحب معنا بعيلة الخطوان ماجد ودكتور بدر والجدة مزنة، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير بوجودكم، وكل عام وانتم بخير. وقولوا لنا كيف قضيتوا أول يوم العيد؟ كل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة. احنا انا يهمني اني انا ابدا التهنئه الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والحمد لله على سلامته، وولي عهده الامين الامير محمد، والى الشعب السعودي والى الامه العربيه والاسلاميه. امين يا رب. آمين. استاذ محمد، كيف قضيت العيد؟ انا قضيته معكم، قضينا في لمن يقضي العيد تصوير في الاستديوهات. الله يسعدك. يعني هي كانت الفكره انه عيد مختلف عن كل الأعياد بسبب الحاصل حاليا في العالم كله، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني أعتقد أنه احنا تجاوزنا الأزمة بفضل الله عز وجل إن شاء الله، ثم بفضل رعاية كل الحكومات العربية اللي ساهمت في تقليل من أضرار هذا الوباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأعياد القادمة ما يكون فيها. أنت جبت العيد في المسلسل وطلقت؟ رجع العيد إن شاء الله. لا أفع عليك، أنا قاعدة له يعني صراحة. تركي كيف كان العيد معك؟ والله العيد كان مع أهلي، أهل الميراث. خلاص صرت عيلة. رحنا الملاهي واستأنسنا. رحت الملاهي؟ كان ناقصنا أبو أنس ما جاء معنا. أنتم رحتوا الملاهي، أنتم إحنا شيبنا خلاص معنا. لا، فيكم الخير والبركة. أستاذة مريم، يعني أنت لك تجارب سابقة، وأنت يعني ما شاء الله واكبتي يعني الجيل السابق واللي قبله، لكن خلينا نتكلم عن الفرق بين المسلسلات العادية والحالية. الحقيقة يعني أنا قلتها قبل وأقولها الآن، طبعاً عملت كثير وفي لوكيشنات كثيرة أعمال، لكن العمل هنا في الميراث أقولها صادقة، عمل يعني مميز بصراحة، من حيث الإدارة ممتاز، الإنتاج جميعهم، المخرجين، المصورين، يعني فريق العمل، الملابس، الميك اب، كل حتى الاكسسوار، يعني في هارموني جميل ونوع جديد. يمكن كتجربه جديده لك فيها؟ هي تجربه جديده، لكن الاهم فيها انه كيف تعاطى المسؤولون مع هذا العمل، وكيف تعاطى معهم العاملين في هذا العمل، انه في هناك هذا الانسجام، انه في يعني ما تسمع في بقيه اللوكيشنات، قد تسمع قالوا قلنا وما ادري وش والحاجات اللي تصير. هنا في فريق عمل واحد، في ناس تلقاهم مبتسمين لبعض الجميع ويضحكون، ونعمل في روح جميلة جدا، وهذه حقيقة أنا سعيدة فيها يعني، وتختلف وتتميز. ولازم هذا لازم يكون موجود، هو المفروض، بس خاصة أنه يعني ما شاء الله حلقات كثير، لازم يكون في هذا الانسجام. وأقدر أحس أنه من جد أنتم كأنكم عيلة، وصرتوا يعني من عيلة أم بي سي كمان، أنه أنتم معانا طول أكيد. الوقت لا، وما تنسين أنه حنا قضينا الحين داخلين على الشهر الخامس. أيه. حنا مع بعض يعني أيوه. ليل ونهار، عرفتي، شايفين بعض، يا داخلين من الفندق يا طالعين يا رايحين كذا، فما أنه بنشوف بعض كلهم. يعني لما كنا أول بداية الميراث أنا أجي أصور حلقاتي مثلا، أروح أقعد أسبوع أسبوعين، يقولوا لي تعالي، يروح مثلا الأستاذ محمد يسافر ويرجع، بدر أقصد تركي طبعا. هو خلاص حفظنا أنه بدر أصلا، إحنا بس نادي بعض بأسامي. بس أجواء بعد التصوير كيف؟ بتشوفوا بعض بتطلعوا؟ يعني عرفنا أنكم رحتوا الملاهي، بس في أماكن ثانية بتروحوها، كيف علاقتكم مع بعض برا المسلسل؟ هذا اللي أقول لك، أنا أولا فخورة بشبابنا السعودي الذي يعمل في هذا المسلسل حقيقة. هذه أول شيء، شباب ملتزم، شباب بيحب بعضه. يعني أنا إذا شافوني راكبة التاكسي، أنا مرات أزوغ بروح للسوبر ماركت، أي أروح أي أخذ لي شغلة، ألقاهم واقفين لي، انزلي معنا سيارة، انزلي معنا سيارة، ليش تركبين؟ بنوصلك لأحفادك. يعني بصراحة لن تتخيلي مدى الحب والشيء الجميل، يعني كثير كثير في انسجام، وانسجام واضح. مثلا حد يسوي عشاء عنده بالشقة، لأنه عبارة عن شقق فندقية، يسوي عشاء، يعزم، ما أدري وش، يعني في عائلة. طيب أنت إيش رأيك؟ محمد كمان، محمد يعني محمد ولا ماجد؟ وماجد شخصية ماجد، ماجد ولدي محمد أستاذ محمد. طيب أستاذ محمد، يعني الشخصية اللي أنت دائما تقدمها، عطنا شخصيات نقول خلف الكواليس أنت قدمتها، غير التلميح اللي بتجيب العيد. نبغى نعرف إيش الأشياء اللي بتصير يعني خلف الكواليس. لا، هو خلف الكواليس بالعكس، أنا أشوف أول شيء أحب أن أثني على مجموعة الشباب الحقيقة اللي معنا في المسلسل. يعني الحمد لله رب العالمين، نجحوا نجاح وتفوقوا في أدوارهم، كلهم الحقيقة بارعين.
وهذا أول شيء بفضل الله عز وجل. ثم القائمين على المسلسل الحقيقة وفروا لهم المدربين وفروا لهم كل الإمكانات اللي وصلتهم إلى هذا المستوى، والقادم إن شاء الله أحلى. لا شك أنه إحنا صرنا مثل ما تفضلت الآن، إحنا صرنا أسرة حتى مع المخرجين، ما عاد في حتى أستطيع أن أقول لك إن تم كسر الحواجز ما بين ممثل ومخرج، فأصبح حتى المخرج الآن كأسرة واحدة فعلا، يتم فيه كثير من النقاشات حول الأداء حول تنفيذ المشهد، وبيطلع بالشكل اللي أنتم شايفينه. المواقف الطريفة اللي تحصل عادة، أحيانا بعض المخرجين يحبون يغيرون جو العمل، وبالمناسبة هذه خليني أقدر أتفهم هذا الشيء، خليني أرحب فيهم الأستاذ تامر بسيوني، الأستاذ عبد الله الجنيبي، والأستاذ فؤاد سليمان. يحاولون أنهم يخلون الممثل بدون ما يقولوا كات، فالممثل يقعد كذا ساعة مو عارف متى ينتهي المشهد. هذه ترى حرفية، هذه حرفية، لأنه هو يمكن هذا الممثل يعطيه شيء وفاجأ فيه يتفله المشهد. أنت إيش رأيك يا تركي؟ هل هذه المواقف ولا المخرج اللي مسوي فيه كذا يطلع منك أكثر، خاصة أنه يعني يمكن جديد على التمثيل، كيف تحس؟ قراراتك متردد في المسلسل كمان، يعني أحيانا على حسب، إذا كان والله الأوردر طويل أبي أخلص يعني، بس إذا كان لا لسه جاي فريش وهذا بالعكس أحس إني أبي أعطي أبي أسوي. والمخرجين ما يقصرون طبعاً، الأستاذ محمد ما يقصر، الأستاذ مريم ما يقصرون معنا، يقولون لنا وش نسوي وش نضيف وش نعمل. بس حلو لما يقولوا لك دكتور، أنا أتمنى يقولوا لي دكتور حتى لو بالتمثيل. حتى لو بالتمثيل. ترك الدكتوراه، ترك الطب وراح أشتغل في الشركة عندي، ما يبغى الطب. لا صراحة الكلام الطبي صعب، يعني لما يجيني مشهد في كلام طبي لازم أقول. إيش أصعب كلمة جاتك مثلاً؟ فقر الدم اللي تقول انت فقر الدم، فقر الدم دي احد يغلط فيها في فقر والفقر ايش رايك حد العين يسلم ايش كانت الكلمه فقر الدم هو يقول لا وعنده حقه سرطان الثدي في شغله كمان بعد مفروض يقول لنا لانه شروق عندها سرطان ثدي فهو المفروض يوصل لنا الخبر بطريقه طبيه يعني هذه حاستنا ضحك يعني على قد ما استحى حرام تركي شكله. طيب يا أستاذ محمد، يمكن بدورك يعني ماجد، إحنا عارفين في الحياة العادية أن الزواج من اثنين هو صعب كعدل وغيره، لكن في المسلسل كيف قدرت أنه هل واجهت فيها صعوبة يعني أنك توفق بين الدورين هذولا ولا لا؟ هو أصلا قائم على الصعوبة وقائم على الاختلاف وقائم على أساس أنه يصير في هذه المشاحنات والمشاكل ما بين البيتين، وعلى أتبار أنه أيضا الزوجة الثانية ما هي سعودية، فبالتالي أيضا في اختلاف ثقافات، والتي الأستاذة مزنة ضد فكرة التعدد، ولكنها مش تعدد كحلال أو حرام، لا قصد أني أتزوج ثانية وإنسانة ما تكون من نفس البيئة، فحارصة تحاول قدر الإمكان تمنع، لكن في الأخير ما جد ركب. وين ترتاح عند الزوجة الأولى والثانية؟ هذا سؤال ملغم عشان نفهم الأمور. والله الثنتين كلهم خير. أسألكم شيء، أنتوا تقريبا لكم 7 شهور في تصوير الميراث، هل تحس أنه صار في روتين أو ملل ولا لا؟ لا والله، بس ليش؟ لأنه كل يوم في قصة جديدة، كل يوم في كل يوم حدث، كل يوم. أنا اليوم كنت مثلا قبل الفترة يعني مثلا أهاوشة يطلقها وليلى بنتي وليلى عاشت عندي، ثم فجأة قلبت أقول له أنا أبي ديمة تيجي عندي، أبي ديمة دائما دائما في دراما. لا وش السبب؟ إنه أول هي كانت تعترض إنه هي ما هي من البلد، وهي الجدة خايفة إنه تحمل وتجيب عيال ويصير في طبعا فرقة او شيء، فهو يقول لي الحين بديت تدافعين عن ديما ورك يعني اول ما كنت، وهذا تعرفي هذا الاكشن صراحه يجذب المشاهد دائما. احنا جدا سعيدين بوجودكم معانا، وخليتوا عيدنا احلى، ونلكم دائما التوفيق.